وكان يعني من الناس اللي يعني كانوا موجودين مش كبار. أنا والله نعم ما نعم بحكي لك إن إحنا كنا بدوامة يعني، نعم بس هو لما عرف هيك وشي سمعنا عنه وتواصلنا معه وزاروا أخوتي أبو والله. عمر، أنت بتقدر تحكي لهم الواقعة كيف كانت؟ نعم هذا الشهيد ما في بهذه يعني أحد يشك في شهادته، سبحان الله. هذا استشهد أول ساعة في المعركة. أول ساعة. نعم. آه والله ضابط موقع سمعناها. كان ماشي قدام الموقع. نعم. يكفي جرأة وشجاعة وإقدام إنه كان أول من استشهد، دخل. أول من استشهد محمد أبو أنور. نعم. هذه وأنا كرامة مش كل واحد وأنا يا أختي والله أطمنك إنه أبوك شهيد، والله إنه من خيرة الشباب كان. الله يبارك كلنا نفتخر والله، كل سلاح المدفعية يفتخر في محمد وفي أبو أنور. أخت خولة. نعم يا. يعني كثير من الناس الأشراف والشرفاء بيتمنوا أنهم استشهدوا، لكن أخو حول ولا والدك استشهد حقق أمنيته. حنياله كل شيء. والله حقق أمنيته، وأنت لو تعرف أنه السنة بال66 حجج أمه، كانت والدته بتمشي على الأرض يعني قد ما هي محنية، وشالها واللي راحوا معه شهدوا له كيف كان يعني حاضنها وحججها، ولما رجع يسلموا عليه بالمجلس قال أنا هيني حججت أمي وضحيت لأمي وأبوي وظل علي الشهادي في سبيل الله. الله حقق له إياها يا ست، الله حقق له إياها. بال67. طيب. والحمد طيب. لله. والدتك عندك؟ والدتك المس عليها موجودة؟ والله إنها ما هي موجودة بجنبي، يعني هي موجودة طيب. بمكان ثاني. طيب سلمينا عليها وقولوا لها إحنا اليوم كلياتنا في حضرة الشهيد والله وبنحترمه الآن في ترابه، هذا هو الشهيد اللي أعطانا الكرامة يا أختي يا خولة. الله يبارك بعمرك، وأنت بشكرك جزيل الشكر. الله على هذا واجبنا أختي، هذا واجبنا. الله يسلمك ويسلم واجبك، وأنا طبعا كمان بشكر جلالة سيدنا والقوات المسلحة وكلهم الله ما هم مقصرين معنا. نعم. الحمد لله. نعم. رب العالمين. وأنا بدي أقول لأهلنا في فلسطين إنه إن أمانات موجودة هناك، أمانات هذه بدنا نحافظ على فلسطين كلياتنا إن شاء الله. بعدين والله إخواننا كمان في فلسطين ما قصروا يعني الحمد لله. نعم. ما هي مثالنا أختنا أم بسام قبل شوي، هذه مثال الأم الفلسطينية اللي أم كل الشعب الأردني الفلسطيني والله. والله نعمل مثال يعني نعم. والحمد لله يعني التقينا هيك مجموعة من الضفه وكانوا يعني أشهدوا. نعم. كمان نعم. بوالدي والحمد نعم. لله ترك السيرة الحسنة. الله يخليك يا أختي خولة أم محمد، إحنا بنشكرك جدا على الاتصال ونقرأ الفاتحة كلياتنا لروح الشهيد الله يرحمه والدك. الله يخليك كل الاحترام. الله يجزيك كل خير واحترامي لك. بارك الله فيك، شكرا. أبو عمر هذه المشاعل المضيئة هي اللي أضاءت لنا الدرب، وأنت كن جزء من هذه المشاعل. احكيني احكي لي عن بطولاتكم في فلسطين، يعني خلي يعني الأعداء يعرفوا أنه الشعب الأردني ما راح يتخلى عن فلسطين. الآن أنه أنا أخ محمود يعني كأني أنا بالواقع هسه عايش الواقع. أرجعناك لورا يا سيدي. من صوت الأخت أم محمد فهو أخت أم بسام، فالحياة تمضي بسرعة. 45 سنة مش عينات. نعم. 46 سنة. نعم. والله أنه أهل ومن أعز الأهل أهلنا في فلسطين. وبستمروا إن شاء الله. إن شاء الله ظلوا أهل. طب الشظايا الستة والرصاصات وين موجودات بالضبط بجسمك؟ والله جميع الجسم. جميع الجسم؟ جميع الجسم. يعني أنا شفت لك صورة أشعة أنه مزركش جسمك زركش من هذه الرصاصات. هذول يشهد خلينا يشهد المعي. أوسمة حقيقية. أوسمة حقيقية هذول. يعني في ناس هو قاعد على الكرسي بيستمر بالعمل بعطوه وسام وهو قاعد بيتدرج، لكن اللي بيدخل المعركة هذا هو الوسام الحقيقي. وسام دائم حتى ينزل بالقبر معي. أيوة هذا هو الوسام اللي إحنا كنا بنعتز فيه. نعم هذا الوسام. بعد 67 إجت معلومة إنه أنت يعني قطعت أخبارك. نعم. خلينا نعود لحاكم العسكري اللي حاول يقدم لك إغراءات، وبعدين كيف رجعت للأردن؟ قال لي آخر المطاف لما ما رجع ما قدر يعني يأخذ مني شيء وما قدر يحقق الأمن اللي كانت أمنا فيه. نعم. هو مجبور أو كان معه ناس ثانيين كانوا موجودين بنفس الجيش الإسرائيلي، فقال لي أطلب طلب إليك طلب واحد. قلت أطلب منك طلب تنفذه؟ قال نفذه. قلت بروح ضفش تركي. يعني ما كنا نقول الأردن وفلسطين، ضفش غربية وضفش شرقية. نعم. هذا فوالله قال لي على غش مي خلاص انا جاهز. رجعني الى المستشفى لمده اكثر من شهر كمان لغايه 24/8 وانا في الضفه الغربيه. ما فيش اتصالات، ما فيش مواصلات، ما في حتى يعني كنا عباره عن تلفونات، ما في غير في عمان. اهلي لحد الان ما يدروا الا في استاذ مدرسه
اسمه موسى من اليمون يدرس في أرض أبو نصير. أستاذ مدرسة. أستاذ مدرسة يدرس في أرض أبو نصير، أبو نصير قريب الاستريح. نعم. فقال والله يا أخوان في واحد من الاستريح اسمه عبد العزيز مجروح باليمون. يا سلام. هذه كانت أول شمعة تضيء. تضيء بالنسبة لعبد العزيز. ف يوم الجمعة 23/7 كان يوم جمعة. فأخويا أخذ معه واحد دليل إلى اليمون وقطع التهريب على الضفة الغربية. قطع تهريب مصر. نعم. ما دخلوا. ما دخلوا حدود. يعني ما بيدخلوا. يعني مغامرة كانت. مغامرة رهيبة. بنفس اليوم أنا الضابط الإسرائيلي قال المدعو عبد العزيز عبد محمد عبد الرحمن عبد الرحمن محمد علي لا يوجد معه وثائق عسكرية. وليس عسكري. أي ساعة بده يروح الله معه. فبعثني إلى محمد نجيب رئيس بلدية جنين. نعم. لا مين؟ محمد نجيب. آه. رئيس البلدية. نعم. بت عنده ريلة. جاب لي أواعي وجاب لي الحلال. حكيت له الحقيقة لرئيس كاملة. البلدية. آه. قلت له أنا قصتك 1-2-3. جاب لي حلاق عبيته وجاب لي أواعي من السوق وجاب لي البلطرون غيارات داخلية ونزلني على الحمام. كانت تحت يعني الشعر. أسير يعني روحت 35 كيلو وزني كان بس شكل بني آدم. 35 كيلو. فأعطاني ورقة الحاكم العسكري. كل نقطة إسرائيلية كنت تقدم لهم إياها حتى وصلت الحدود. نعم. بعد ما تعديت الحدود يعني ما صدقت حالك. استغربت. قعدت دون جهد يعني. طيب انا وشو الحلم اللي حلمته في الضفة الغربية؟ وشو حلمت اللي الحلم اني مر معي. والله يا اخي ما معي لا هوية ولا معي ايش ولا مش منين جاي ومنين كذا. قلت لهم يا شباب انا من المدفعية السادسة. أنا عسكري مدفعية السادسة. واحد من الكرك قال يا رجل مين كان قايدة مدفعية السادسة؟ قلت والله قايدة مأمون خليل. مأمون خليل قايدة. قال من تعرف مدفعية السادسة؟ قلت له سالم محمد البيضين قايد السرية الثاني. قضى بالتلفون هذا التلفون المنويلة فيحكي مع سالم البيضين. قال له في عندي عسكري من عندك اسمه عبد العزيز يوسف العدوان. قال والله هذا مفقود. فذهبت لأهلي قبل لا أصل أهلي. أنا كأني جاي مجاز والله كأني مجاز ما بدري شو الوضع قدام ما أعرفش. فلقاني عمي على الطريق قال لي وين أنت يا رجل ما عرفني. قلت أنا عبد العزيز. قال معقول ما عرفني 35 كيلو يعني. والله يوقع بالأرض. صحيت وجتنا سيارة مفاجأة. والله ما للزلمة هذا. قلت والله يا رجل هذا هيك قصتنا هيك احنا. حملني بالسياره وداني لبيت عمي. فقام يطلع البنت ابن عمي لي طلع البارود وقام يطخ انجليزيه هذا طلع يطخ فيها. قرابين احنا لبعض يعني. قال لك شو في؟ قال لك شو في عند عم؟ فزع الختيار وفزعت الختياره ما صدقوش. فكانت مفاجاه. معزين وذابحين وكل شيء يعني. يا سلام. عزين 3 ايام يعني بيت عزاء كامل. بيت نعم وربنا اكرمهم بعد شهرين وشوي. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. هذا رضا الله. الحمد لله. ما كتبت لنا الشهاده وان شاء الله الله كريم نكون شهداء ونكون صالحين وربنا سبحانه ويلي ارادته. نعم. طب احيانا الواحد يعني بيتذكر ناس قدموا له كرامه قدموا له عمل جميل بحب يرد هذا الجميل. قبل شو حكت معنا اختنا ام بسام وكلمناها الشخص اللي كنت تقول عنه رجل الشاعر واللي كان يشرف على معالجتك ابو اشرف لو سمع صوت ابو اشرف والله انا دائما زرته عبيتنا. وين انا في حوفه قال اربد بالله عليك. نعم زرته عبيت. طيب خلينا نمسي على انا اخونا ابو اشرف نقول مساء الخير. الله يبارك في انوار النبي. كيفك يا محترم؟ الله يبارك فيك. والله لك انت ذكريات مع رجل الفاضل هذه ذكريات لا تنسى يا سيدي. الحمد لله رب العالمين. عود لنا بالزمن لورا شوي حدثنا عن علاقتك الحميمه بينك وبين هذا الانسان مشروع الشهيد. والله يا سيدي هذا الاخ العزيز اللي انا خليني اقول ما بنساهوش ان شاء الله مدى الحياه طالما انا طيب. نعم. في حرب الايام الستة. نعم. في اول يوم في 5/6 حزيران. نعم. 67
كنت طبعا بخدم ايام بعضنا البعض بفئه واحده. نعم. انطلب مني واجب كنا حاطين في زباده في الضفه الغربيه. انطلب مني واجب يتحرك انا وياه والمجموعه بفئه كامله على منطقه اليامون. نعم. فتحركنا لهناك بعد ما اخذت المدافع سلت مواقعها ما فيش خلال خلينا نقول نص ساعه لانه كان بيننا بين حدود 48 ما يقارب الكيلو. نعم. فجاءنا والا الدبابات صارت داخل موقع المدفعيه. نعم. طبعا كان الطيران الاسرائيلي كثيف هناك. نعم. فالجماعه اللي خلينا اقول الفئه اللي احنا كنا موجودين فيها طبعا شو اسلحتنا كانت اسلحه خفيفه اللي هو البندقيه معنا بس. والمدفع ثقيل. المدفعيه 155 بعيد المدى. ف اللي حصل انه تفاجئنا خلينا نقول في اليهود داخل الموقع. الشباب طبعا كل واحد استخدم سلاحه. سلاحه مع البندقيه ميم 1 كانت في هذه الايام. فاجى خلينا نقول استشهد عندنا كان المدفع الامامي جماعه استشهدوا كلياتهم بما في قائد الحظيره. المدفع الثاني اللي هو خليني اقول جماعته قدروا ينسحبوا لانه في كان زرع واختفوا داخل الزرع. والوقت كان هذيك الايام مع مغيب الشمس. كان من ضمنهم اللي هو الاخ ابو عمر عبد العزيز العدوان كان سايق سياره الذخيره. برضه هذا الانسان انصاب. فبعديها طبعا ثاني يوم بعد ما طلع النهار كنا طبعا ذاك اليوم بعناه بالجبال عشناه. ف بمر بسال بقولوا في لك زميل هنا مجروح وين هو؟ قال في البيت هذاك كان عباره عن خلينا نقول بيت صغير يعني غرفه ومنافحهم. بقولوا لي انه كان اللي موجود هناك في ممرض صحه مش قابل يعالجه. فطبعا رحت انا خليني اقول انا مرض الصحه طبعا بعد لابس عسكري سلاحي معاي كل شيء. فبحكي له بقول له اذا سمحت في عندنا عسكري مجروح اذا كنت تسوي لنا اياه حسب امكانياتك. قال مو انا خايف بقدر الان بيجي اليهود بصيروا يقولوا لي ان ليش تعبت الجندي الاردني. قلت له لا انت من واجبك تسعفه الجندي الاردني هذا. انت الان اما بتروح وانا نسف منه نسف من علار من نابلس. طبعا راح هو وعالج الشاب هذا شغل كيف؟ نعم. وردنا طبعا الاعمار بيد الله ربنا اعطاه العمر والحمد لله رب العالمين. نعم. هو الان وضع كويس. نعم يعني هو بده يتشكرك الان على الهواء وحابب نسمع من ابو عمر يعني شو يقول لهذا الانسان الاستاذ مفلح خالد المحترم اللي اصريت انك تقوم بواجبك الانساني امام هذا لهذا الرجل. مشكور يا اخي بشرف الله يبارك فيك يا ابو عمر واحنا بنتمنى لك. بشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا بعد 45 سنة. انا على فكرة ما تعرفت فيه غير بعد كم قبل اربع شهور. بالله عليك. اه والله من 45 سنة. فضل لرب العالمين. رب العالمين سبحانه وتعالى. فضل لرب العالمين جمعنا مع بعضنا البعض وقدرنا وزارني عبيتي وزرت عبيتي. نعم نعم. طيب استاذ مفلح تفضل يا سيدي. يعني ان احنا بنظلنا احنا وابو عمر وكل الاخوان مدينين لك انت يعني مثال للتضحية. لكن والله يا سيدي والله احنا ما قدمنا الا جزء من الواجب اللي اي انسان لازم يقدمه. يعني بس بدي اقول لك انه هذا البرنامج للشرفاء اللي زيك اللي خدموا الوطن. الله يبارك فيك. فبتمنى تتواصلوا معي واي انسان قدم للوطن قدم للاردن لفلسطين لاي بقعة عربية قدم جزء من روحه من خلاصة من حشاشته للوطن احنا بنسعد ان وبنتشرف ان نستضيفه.